استريح انا استريح ولا تاتي لا 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 كنت تجينا جيت انا هنا لا لا ما يحتاج والله انت جس على طيب هذه مطلق تسمح لي اتكلم انا انا ما جاوبت بس بعطيك وجهه نظري يلا جاوب لنا ابو محمد جاوب يلا ف وجهه نظر فانا جربتها بعيد عن البرامج قبل البرامج رحنا في رحله وجينا تدري متى يجيك الحزن سافرنا حن طال عمرك انتم عيال عمي ولا انتم اصحابي بعيد قدام البرنامج رحنا سوا في رحله قضينا في رحله اسبوع اذا رجعنا من رحله كل واحد منا طالع تقابلنا عند ذاك المفرق اللي يفصل كل واحد منا لديرته يا ساتر حلو حلو تحزنك ما تحزن الا والله توجعك هبت اي والله وتوجع القلب نعم وحزن ما فيها احيان والله ان فيها احيان ان احنا رحنا في رحلات وجينا تقدم شهره من في رجل ما يكون انا تراني كان راعي طير والحين ترى ما زلتني راعي طير بس ان ما متعمق في 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 الصقور بزياده عندي اشغال تاخذني منها اعتبرني صقر يا ابو جعلني والله انك والله صقر لا بارك ف انا سبق اني قد رحت مع اهل الطيور والله اني قديت ريجي لبكون لان ترى موسم الطيور نفس البرنامج الواقعي كم شهر طال عمرك ثم الى جنب مقيط كل واحد راح صبديت جي الطير هو راح خلاص ما عاد في يعني مقناص الا بعد كم من شهر اذا جاء الشتاء والله ذاك اليوم انهم ربعنا وياهم سوا وقانصين يوم عودنا يوم عودنا كل واحد منا جينا عند ذاك المفرق اللي هاي بروح صبديت هاي بروح صوب الشمال ذا بروح صوب حايل ذا بروح ترى انا عرفت حايل ممكن قدام حتى اعرف اللي رفق لي شمال والله نعم من هالحايل ذا بروح صوب حايل ذا بروح صوب الجنوب ذا بروح صوب الشمال ذا بروح صوب الشرق والله بعضهم يبكي وانا يا ولد تحس بخاطري تحزن يا ولد على الفراق وش عاد انك برنامج واقعي منقطع من هلك منقطع من الجوال يمكن منقطع من الجوال يمكن مهرب جوال لكن بنقول انه منقطع من الجوال مار أيوة مار في فترة بينحلق يا شباب ضغوطات وأزمة ويا أخي ترتيب مار في أسوأ الحالات اللي يمر فيها الإنسان في البرنامج من حكرة ومن أمور ومن فيكمل عليها أو اللي يخليك تفرغ الطاقة السلبية هذه اللي فيك خروج خويك إذا طلع خويك مع إشارة إبراهيم المحزنة أنا أشهد عرفت أنا أشهد هنا تخليك تبكي في البكاء يمكن تقول في يعني موضوع انه راح الى ابعد حد اوفر والشيء اللي زاد عن حده انقلب ضده سمعت بس ان البكاء في 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 برامج انا جربت برنامج 93 يوم انا والرجال 93 يوم والله انه حصل فيها بكاء انه حقيقي ولا مصطلح يمكن تحت الهواء بعد يجي يصير اشياء ما تدرون وترى في بكاء تحت الهواء اكثر منه فوق الهواء ترى انا من ريدي اللي ممكن لو ترجع ممكن ما تشوف لي مقطع ابكي على البث لكن ترى ما بهم حق لا فيه قلت شفت لك ترى ما كنت تتابعك ما بهم حق لا لا تكفي اسمع ترى ما بهم حق من اللي يبكي على اللي على اللي قرحها ممتاز هذه هذه تذبحك هنا تذبحك هنا اكثر من اللي يبكي الله صح. تذكر عرب. تذكر عليهم انا ما اخفيك والله اني اقولها صادق ممكن ما بعد قلتها والله اني قد بكيت من ضيقه ومن هم ومن حزن ومن ضغوط الضغوطات تتراكم عليه راح شوف لكن ابو محمد انا ممكن لو ترجع ما 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 بكيت على البث يمكن ما بكيت على البث ابد بس تحت البث يحزن يحزن ترى الفراق يحزن مو بسيط اكيد والتجربه هذه والتجربه هذه انا كنت والله لو تعيد 60 برنامج يعني انك ما تعيد نفس التجربه لان هي ترى تجربه من اول مره هي ازين تجربه في الحياه فانت تحزن من الامور دي كلها انا كنت ممتاز عبد العزيز الى منك رجعت كلامك فتحزن يا ولد تحزن وتجربه انك ما حتى اذا ما اخويك ذا بالخاص ان كان غالي وقريب منك حيل لا والله اني انا ايد لكن الشيء انه بكاء بحد اكثر 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 انه مزعج مزعج حتى شخصيتك انت قدام الشاشه مزعج شخصيتك قدام الشاشه فانا بس ابي اختم والله ان الوداع يحس ترى الفراق يحس هو انا امانه انا عندي انا عندي اخويا غاليين كاني ما ابكيهم ولا عدم والله انهم الى الحين ان ارحب الرجال مرحبا ان بيني وبينهم بيني وبينهم اخوه الله يجعل بيني وبينهم طال عمرك وقفتهم طيبه انا احزني خروجهم واني بكيت عليه سلطان الوهبي عبد العزيز بن رباح انا ما شاء الله ما بقيت احد اللي بكيت عليه عرفت لكن ما بكيت على الشاشه لكن اثرت فيني اجعتني كسرتني ليه لان وش البرنامج قاعد يجمعني مع الربع دول ثلاث شهور ما عاد في برنامج صح وخروجهم يحزن ف
والله هو نعم كل الحوالي افضل معنا والله يستاهلون والله اللي نعم يستاهله في وجهه بقفه وسمعه الطيبه حظه بعيد بعيد على البرامج لا انت يا حسن بيض الله ولا انت ولد بعيد بعيد عن البرامج ترى الوداع مو بزين واحد في اثنين الوداع مو بزين ابد ويكملك ابو محمد اسمه محمد لبي اول شيء فتره يا رجل انتم مثلي اذا شفت ليمونه يجيني حموضه كذا على طول ربيع مدني كيف ما عليه مو بلا الفتره اللي فاتت هو مخلوط معه ولا بالله خلنا نسمع الاعلام ممكن انكم كلكم شفتوا حصل يعني اشياء او احداث خلت الكل ما شاء الله يتهجم او انه على من عطني على احد البرامج ملعقه يا ولد اللي يبكون اللي يبكون هذاك ملعقه بكام سامج زين خلينا نتكلم يا رجال الوكاد انه صار في تهجم كبير نعم. على احد البرامج وسبب انه الكا او بسبب انه نعم. فلان لا تصور فلان ما ادري ايش تسوي لبى روح الناس اللي برا ما تدري وش قاعد يصير في البرامج صحيح صح انه اللي صار شوي اوفر ولا هذا اللي نكسته ولا صح لان انا سالته ما انت موجود اسلم اي صح ان اللي صار شوي اوفر يا سلام عليك ولكن نرجع ونقول انتم ما تدرون يا اخي وش يصير تحت البث وش يصير تحت البث انا يا عبد العزيز اسلمي والله يعني انا يوم شفت المقطع صح اني شوي كش قلبي قلت ايش فيهم دولة بس تذكرت يوم انا يوم كنت بتسابق لا انا اسمع خليني تذكرت يوم كنت بتسابق كان في لحظات غصب عنا والله غصب عنك تحس في الشعور ذا وتصيح يا ولد تصيح يعني انا لدرجه اقسم في واحد يعني كنت بشكل معه مشكله بسيطه يوم طلع قعدت ابكي ابي اسكت عجز ليه يا اخي قاعد اتخيل انه يا ولد البرنامج كم مدته ما بشو ما معي جوال لا 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 الى اخره ف انت ما تعيش الشعور ليش يقول لك الوجع ما يحس فيه الا رعيه ما يحس بالجمره الا الجل الوطيه ايوه ما يحس في الوجع الا رعيه الحين انت اكيد توجع انت تحس بالوجع لانك جلست انت زين يعني تحس بالوجع ما تحس بالوجع صح صح ما تحس بوجع هنا فانت ما تعيش اللحظه الا لما تكون داخل البرنامج الناس اللي تهجموا والله اشوف ان ما لهم داعي ابدا طيب شوف وجاوا قطوا كلام انه ليش نصرت مثل نصر تمثل مقاطع هذا اللي نفسه انا تراني انا اللي في البدايه تراني سالت العيال وانتم موجودين انا اقول في الاونه الاخيره انا شفت في شيء يعني صراحه انا من الناس اللي قد بكام من وراء البث وانا ما اشتركت ولكن كنت اتابع دراسي القديم والله اني باكونه في البيت عاين في المقطع مع النغمه الحزينه وذا لكن في الاونه الاخيره يوم اقول مدريان ايه يعني شوي يعني شلون يعني مضاف يعني انا هو عبد الله الراجح ما ادري من والله يذكره انا كنت نفسهم تدري وش كنت اقول عبد الله الراجح اللي كان مقدم في قناه بدايه زد رصيد قديم إيه انا قد بكيت يوم خروج في زد رصيدك سبعه ما ادري زد رصيدك خمسه من اللي ما بكى في البرامج كلنا لا انا قد بكيت وانا شاهد لا وانا شاهد انا اتكلم وانا شاهد انا في البرامج يوم السبع دور شهيد بن طاحوس الله يذكره بالخير يمكن يومني طلعت برا البرنامج شفت مقاطعين قلت على نفسي لاني بكيت من قلب انا كنت اول قبل ما ادخل برامج بكيت من قلب يا رياجي ما والله نسيت ان في كاميرات نسيت انه في اسمع قبل ما ادخل برامج واقعيه كنت اشوف المقاطع اللي يبكون اقول يا اخي ذولي يمثلون ما ادري ايش من ذا الكلام بس اقسم بالله اني يوم جربت دخلت لان انا بعدين وش قلت الناس ما يدرون ايش يصير عقب البث نجلس هنا تخيل نجلس في الهاوس مقفل علينا الباب إلين الساعة 9 10 الصبح معكم ميكي ماوس ها في الهاوس معكم ميكي ماوس رجال بعدين دب السلام نجلس تخيل لين 10 الصبح طول الوقت مع بعض نسهر نتضارب نتضاحك تهربون سوا نلعب نهرب سوا والله البرايم الوحيد اللي ما تحملت وقتها واللي الكل حزن عليه اللي مستحيل انساه اللي لو ارجع اتابع من اول جديد ابكي برايم خروج عبد الله الزهراني في يوم السبعين يوه الله يستر عليه كان اقوى برايم بالنسبه لنا في البرامج الواقعيه لما احد كان متوقع ان الشخص هذا بيطلع الشخص هذا اللي اطيب قلب تخيل من هو ذا عبد الله الزهراني ونعم يستاهل تستاهل من طيبي والله انه يستاهل اطيب قلب تخيل انه ما في احد يكرهه يا ولد غيمه قالها زياد الشهري قال مثلي من الجند سبحان الله ايه اسمع قالها زياد الشهري تدري ايش قال؟ قال من قوه ما ان الناس حزنانين على خروجك حتى السحابه امطرت معك وبكت لان ذاك اليوم اول ما قال زياد الشهري نستودع الله سبحانه وتعالى عبد الله الزهراني ايه اسمه قامت تنزل مطر
والدنيا قبل ذاك اليوم والقرية مليانة مطر والدنيا مليانة مطر يا ولد ناس حزنانين تدرون عيال صدق صدق وجهي ابو احمد تدرون عيال يا ما يحب ياكل بالشوكة بوصل قري راح ياكل بيده بيده راح ياكل بيده لا كل هنا بيدك تعال تعال بنعلمك بنعلمك مضى مضى تعال تكفى يا مضى تكفى تكفى يا مضى تكفى يا مضى مستحيل ياكل بيده يا اخي طول ما اكل قلت اكل يا اخي ما اعرف اكل بالشوكة كان عندك باكل بيدي قال لي انا ما قد يا اخوي قد دخلت لي مطعم ياكلون بالملاعب بسيارة عندي فوبيا بعيدان السوشي ايه والله اكلت بيه كنت اكل ايام كنت في الصين انا ايه دلك كيف ياكلون انت كنت رحت شفت هذا السجوع تروني جالس في الصين اربع سنوات انا ما شاء الله تتكلم صيني لا ماني ابوي قد ابوي سكن في الصين اربع سنوات السفاره السعوديه في الصين وفي باكستان اربع سنوات عبد الله اخوي من مواليد باكستان انا من مواليد الكويت عشان كذا مواليد ايش؟ انا من مواليد الكويت والله عشان كذا كانك كويتي حبيبي يا اخي اتشرف والله اني اكون من الكويت والله حتى انا لكن الحمد لله اني سعودي انت مواليد الكويت؟ لا بس حسن سعودي ولا كويتي؟ سعودي بس يقولوا لي كان كويتي والله اني احسب ذا كويتي كلهم والله؟ اي والله كلهم حتى تدري يوم طلعت من برنامج ان الناس يجوني يحسبوني كويتي واللي يصورون معي عاني منها حتى دائما يقول كانك لبناني بس يعني دائما اشياء انا اقول كانك تركي طيب تركي تركي من والله هم صادقين لا انت تركي الدوسري والله ابو سلطان الله لا يضرك انا يقولون كنك يعطيك العافيه تعرف لازم نجبر الخواطر اي والله جبرت بخاطر كذا لا جو اشكر امك استوز رب البيت انك فخ وانا اشهد والله شوف كيف اختيار الالوان واقتنائها عيال اليوم رحت لي مكان اللي فيه الليالي الجديده مكان جديد في الرياض ريجي شو اسمه ياهو فخم ما اتوقع فخم يا اخي رياض لا فخم ورب البيت يا عيال اني انصدمت انه دائما باركه فينيو والاماكن هذه يا اخوي المكان ذا مره فايف ستار صدق بعدين يا ولد اللي قد راح مشير في قطر من انا نفس اللمسات نفس اللمسات ونفس والله شيء يا بديت والله قطر يا اقسم بالله احنا صار مدير واشغلنا هم يقولون اذا اخذ الواحد برا ديرته كم يوم نعطيك والله اني قعدت في قطر 41 يوم اقسم بالله ليه برنامج واقعي يا طيب يا اهل ذيك الديره يستاهلون 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 تعرف اتمشى وانا مستانس مبسوط يستاهلون عندك قاعد تسوي ترى في واحد زياده بالدار ارحب مليون اسبوع يرحب الا ايش اسمه اصفر ذا شو وضعه اصفر بيض الله وجهه جاب لي قلم اليوم يا ريجي يا ود اصفر بيض الله وجهه طيب اسمع جاب لي قلم يا ريجي ماركس شو اسمه كارديا لا اللي اخذتها سفكي مدري كارتي سفكي سوافسكي اشكرك زينك ساعدته وانقذته لان بغى يجيب العيد اللي عصفور قال كذا ايوه هو عشان عصفور جايب حق عصفور حيوة والله جاب لي قلم مقص بداية علاقتك انت عصفر ابن عمي يا رجال لا اي بالله عصفر من؟ بيض الله وجهه عصفر ذا اللي نحطه في المويه ونشرب عصفر هذا طول عمره السلامة عشبة عصفر من الناس اللي ما قصر مع اغلب الشباب في برنامج جاك مع كل الشباب ما في اغلب كل حقين ربه يسير علي ما يحتاج انت لفلك خمس ذي ما يحتاج ها؟ عندك لفل ما شاء الله عالي امس دخل عندي دعمني كم؟ دخل علي في البث احسبه بيدعم طلع ايش؟ لا انا دعمني والله كفى جوالي يا ربنا ما يدخل اليوم لاني برحبك اصلا ما راح ادعمك ما ادخل والله انا دعمك انت تدري دعمك خير صح؟ جلوسك في البث هذا دعم حبيبي الله يسعدك لاني كنت طول الوقت حسن طرف لنا هذا انا وعلي كنت طول الوقت في بث صريحين كذا كنت طول الوقت في بث بندر مطيري وماجد فكنت اسولف معهم في الكومنتات ما يمديني ادخل بث ذا الا اطفى الجوال عشان باخذها ذي ترى رحبت بك انا وشغلت شيلة للعجمان ما قلت لك ترى رحبت بك ترى ما دريت يا حسن شغلت شيلة شغلتها لا طرف الله ليه شغلت شيلتك واليوم شاري سماعة طفى جواله اذر طفى جوالك لوني داري والله ورب البيت وجهك يا فايد العلم كذاب ما شريت سماعة يا الكذوب جاتني هدية اليوم سماعة بس يمكن لانك كنت تبي تشتري لا انا الحين انا الحمد لله يعني في ناس ما شاء الله الله يسعدهم في البث اذا قلت جيعان جاوب والله يقول في السماء جاوب والله هرقني طيب انا والله ما يقصر ما شاء الله اي شيء يجيبون لا مو بنفس لا تقدر بنفسها
كل شيء يخطئ. جابها في رمضان. جابها في رمضان. نبي خاصات. جابها في رمضان. ايش رايكم؟ وش؟ والله ترتيب. يود تختلف. ما شاء الله تبارك الرحمن، بس في لو في طلب ثاني بعد يكون افضل. كلو جالسين ياكلون. لا الطلب الثاني يعني في طلب. وش الدري؟ اللي يجيك احمر. ايه عرفت اللي فوق الخضروات. يا رجل عندي في راسي فكره مشروع اندومي، من اللي بيدخل معي شريك؟ انا. ها؟ انا اي شيء في جبر المدال ناجح. أب والله كبدك. انا بدخل ناجح. كاني ما خلا منك. والله اني في راسي فكره مشروع اندومي. عيال مشروع اندومي يا رجل، والله انه بطل. وانه بيمشي. هذا فجأة. حسب الموقع. واني اعرف لي محل. حبيبي انت ركز في الستوز، انت جاي متاخر ويلا اناديك، انت تاجر. الستوز بيكفيني المسوق. ابشر الله بيساعدك، يعرف 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 كيف مخرج عمره اللي ماني قايل. الاندومي يا رجل. مشروع ناجح والله ناجح ميم عين والله ما اعطيش اناديش ما تجي هذه والله احسن منه خلاص من سبب كل يوم اشوف تقطع هذا يومكم ساعه انا حبي مضف لا بس اوه هذا نوع ثاني في ذا في خضار في ذمه لا ما بي ما بي والله تعال خذ لا انا واحد كل يوم والله النوع اللي انا اخذته ما له شك اتوقع انه هديه لاني جايب على عددنا هذا هديه يا هديه ايوه ايش تبغي جايبين زياده يكرموننا بيض الله وجههم تعجب يجودون علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرون جعل وجههم يلحس إذا طلبت الحالي ما يجب سلام اسم السعودية هدية الملوك ما